انا نعيم محمد 23 years old co-founder ل Trends Vanity اللي هي الجهة المنظمة لمهرجان روح السودان وبازارة Trends Vanity عموما. بدأنا الشغل بتاع الـ event planning او البازارات من 2020-2021 مستمرين من وقتها. الفكرة الأساسية كانت انه نحن لقينا فرصة اننا نحن نسهل على الأسر والكونسومرز بأنهم يلقوا كل البراندز اللي هم محتاجينها أو الحاجات اللي هم محتاجينها لاحتياجات العيد في مكان واحد. عملنا الفكرة دي ونجحت شديد بسبب الحاجات أو الشروط اللي احنا بنخطها والتفاصيل اللي بنعملها في الإيفنت، والحمد لله everyone loved it زي ما انتم شايفين. يعني احنا براند سوداني بنخلط التراديشنال السودانية، الكالتشر السودانية والثقافة السودانية في الفاشن بطريقة مودرن، كل الشباب تقدر تلبسها وتحس بالبرايد انك انت سوداني في نفس اللحظة، انت تكون لابس حاجة جميلة وبتعبر عن هويتك. احنا بنحاول نعمل شكل جديد للبراند السوداني من حيث انه رؤية جديدة، كواليتي أعلى، وبنحاول نبني كوميونيتي حوالين البراند إنه كل الناس تحس باللي احنا دايرين نحس بيه، وتفيل ات هوم، تفيل إنه أنت حتى برا السودان برضه في ناس حواليك، في كوميونيتي كاملة. فإن شاء الله ده حنشتغل عليه أكتر، وحنشتغل على إليفيتنج البراند السودانية لشكل يكون متطور. الفكرة الأساسية إنه يعني ما عندنا ملابس كثيرة سودانية يعني بتعبر عن السودان، السودان بالذات كويس، فيها أي حاجات اللي بتكون يعني زي التوب وكده وجلابيات، لكن ما في تيشيرتات وحاجات كده لناس برا، زي ناس برا يعني كنت أريد ناس السودان حاجات زي ناس برا. يعني من ما جينا من الحرب حاجاتنا كلها قاعدة في السودان ما لقينا، فقمت قلت أصمم حاجات يعني فيها ذوق، فيها حاجة مختلفة، فيها حاجات ممكن تجي مع أي حاجة، مع التياب، مع جلاليب، مع لبسة عادية. فيعني بحاول إنه أصمم حاجات تنفع مع أي حاجة، مع الناس اللي عندهم ياهو الذوق السوداني، وبرضو حاول شوية أطلع لبرا تكون حاجة ممكن تنفع مع أي زول. زينيا بتهتم بالطرح والطرح الملونة، والطرح اللي هي بتبرز شخصيتنا السودانية.
منتجنا الأساسي منتجنا الأول هو كريم لليدين في واقع بتاع شمس، لأن السودان شمسه حارة شديد وما كان في منتجات زي دي أصلا متوفرة في السودان، فكنا طبعا بنستورد وندعب عشان نجيب المواد اللي بتعمل SPF عشان نقدر نعمل الحاجة دي. طبعا بعد الحرب جينا هنا مصر اتطورنا، بنينا البراند أكتر، عندنا سان سكرين للوش SPF 50 تقريبا، ده أول سان سكرين في العالم بيكون سوداني مصنوع 100% من يعني من شركة سودانية. منتجاتنا بتتميز إنه هي بتناسب البشرة الأفريقية أو البشرة السودانية. عندي متجر متخصص في الهير كير أو العناية بالشعر اسمه أنا نار. المتجر الاسم بتاعه مستوحى من نادين أنروان، لأنه أنا كوفاوندر لأنا نار ومعي أختي اسمها نادين. عندنا 5 أنواع من الماسكات، فال وفلفل وجوسين وصبار وجرجير وكمان أفوكادو وعسل. عندنا نوعين من الكريم، عندنا زيوت وبخاخ وطقم سيطان ومخمرية، وبإذن الله يعني مخططين إننا نتوسع أكثر من أكثر وأكثر في منتجات العناية بالشعر. أنا أصلاً براند سوداني بدأ في 2019، منتجنا أصلاً مخصص للعناية بالشفايف ومخصص أكثر شيء للبشرة السمراء. منتجنا تجميلي وعلاجي. حالياً نحن عندنا برانشز شغالين في السعودية، في الإمارات، في قطر، 6 يعني 6 برانشز سعودية وقطر والإمارات عمان وقريبا تركيا. من البرام تاعت شمس كرييشنز، هي برام تاعت مثلا العناية بالشعر كلها فري سيليكون فري سلفات فري بارابين. فعندنا مجموعات مختلفة بتناسب كل الأنواع، عندنا مجموعة أطفال، مجموعة مين، مجموعة الترميم، مجموعة تطويل. فعندنا أكثر من 25 منتج عشان بتناسب شعرنا، وفيها حاجات مختلفة كمان بادجت فريندلي كلها من اكستراب طبيعي.